بالنسبه لموليني، لموليني خاص موليني يكون ديال من 2000 حتى 2500 تور. تور المهم راه كتكون في كتكون مكتوبه فيهم هنايا بحال هذا ديال 3 4000. اي هذا في 4000، ولكن بالنسبه لهذيك القصبه اللي هي لايت خصنا نديروا لها موليني ديال 2000 ولا 2500. دابا موليني ما خدامش لهاد القصبه، تقدر تخدم به ولكن ما كاين ثقيل، هو ثقل منه، هو ثقل منه، هو ثقل منه، ديما الكليبر ما غيكونش ديما ديما خصنا نقلبوا على التوازن. التوازن شوف البوا ديال دابا هادي اللي ركبتي فيها هذاك الموليني باش كيردون، وشوف دابا البوا ديال هاد الموليني هذا ثقل منه، راه كتولي هي ما تحكمش فيها، ما تحكمش فيها، ما تحكمش فيها. كاين واحد النوع اخر ديال الكسب هو هذا اللي لاحظنا انه غادي يكونوا فيه اللي هي بزاف ديال الخراسي. تماما هادشي اللي لاحظت انه فيه خراسي كثار على هذا الراس هذا، علاش؟ باش نزيدوا في القوه ديالو. وحاجه اخرى انه الموليني ديالك يركب مقلوب وتا الخراسي كيركبوا بحالك، كتصيد بها بحالك. ديك المره كنا هضرنا على موليني اطومبور فيكس، نفسروها طومبور فيكس هو هذا. دابا ملي كتدور الماكينه بحال هكا طومبور هو هذا كيكون فيكسي، وهذه هي اللي كتدور بحالو بحال ديال سيرف كاستين. ولكن لي زافونتاج ديالو هو انك ملي كتبغي تشحط كتقدر تشحط به 5 غرام 2 غرام 10 غرام 20 غرام على حساب لاطريس اللي داير فيه. ولكن بالنسبه لهذه كيداروا فيها دي موليني اللي كيكونوا هما اطومبور تورنو، وهادوك اللي كيكونوا اطومبور تورنو حيت ملي كتشحط المولين هذاك الطومبور هو اللي كيدور، هو اللي كيخرج لينا السبيب. ولكن بحال هاد الكراماج اللي صغار ما يمكنش يخرجها. دابا خاصو واحد لا فورس اللي تجبد السبيب من تورنو ديال خاصو تقل واحد شويه، تقل حتى 10 غرام 15 غرام 14 غرام كتجي بها السياده صعيبه. هادي كنستعملوها في واحد النوع ديال الصياده اللي كيتسمى كاستين. كاستين هي شحط، هي ملي لونسي كتخرج كاستين بالانجلي هي لونسي. ملي كنلونسيو هادي خصنا شي حاجه اللي تكون ثقيله، ولا بليبار مثلا في الكاستين هو كيعتمد في الصياده ديالو على ليجي بحال هادو ليجيك مثلا كتلقى حتى هما فيهم الكراماج بحال هادي فيها 30 غرام. الا درتي هذاك المولين اطومبور تورنو كيخرجها، يقدر يخرجها، هذا احسن. ولكن غير خاصنا القصب اللي نادابطيوها مع النوع ديال الصياده اللي غادي نصيدوا بها. هذا المولين يمكن تصيد به، ولكن هنا المشكل هو انه الخراسي ديالها جاوا الفوق. علاش؟ باش ملي كتشد الحوت شد في الراس تما هنا كتبان لك هذه ريزيستونس. دابا الخيط تيجي من الفوق القصبة، القصبة اللي كتهز الدق كامل، كتهز الدق كامل. بار كونتر تما الا كان لتحت لي زانو بعدا الخراسي هما اللي كيهزوا الدق الاولين وعاد السبيب عاد القصبة، وكتكون حتى الصح صحيحة لاكسيون ديالها ريجيد. ماشي دابا هذه تقنطر بها 3 كيلو تقنطروا بها، تقنطر بها وهذه كتستعملها بهذا اللي يجي هذاك الكاستين. شنو هو انك كتخدم بهاد لي لور اللي هما ديال الجيك، وكتخدم بهم مثلا في لي بلاج. كيبقاو الماركات بزاف بحال هادي، راه غير ديال ديكاتلون، هادي ما وصلاش رشتا كابير كابيرلون، هادي ما وصلاش 50 درهم. انا عجبني لو ديزاين ديالها وداك الشيء. ولكن بحال مثلا ملي تكون تصيف شي بلاصه اللي فيها لي روشي كتقدر تحيد لي هاد الفيشكا هادي، وكتخدم غير بهاد الصنار. فهمت. كاين اللي كيزيدهم واحد اخر كيعودوا خدامين جوج صنانر، هادو حتى هما فيهم صنانر صغار هنايا، وكتقدر تحيد ليه هاد الفيشكا باش ما توحلش ليك تشدش ليك. هادو دابا ملي كتشحطهم تيهبطوا، هادو كيهبطوا. دابا بحال هاد القصب كتصيد به بليجي مثلا فين في الكوشطات ولا في شي بلاصه اللي كتعرف ما فيها الصخر بزاف اللي غادي يوحل، اللي غادي يشد. وحنت هاد ليجي الصياده ديالهم ماشي بحال سبينينغ عاديه، حيت سبينينغ فيها كتلونسي
غامني كتلوح وكتجي هادي كتلوح وتخلي داك الحوت داك الطعم هذوك اللي يجي يهبطوا ومن بعد كتبدا تانيميهم لانيماسيون ديالو بعدا في الفوندو هادي في الفوندو خاصك مينيموم واحد 10 متر اكيد هادي ولا هاد النوع ديال الصياده اللي جداروها كاين شي بلايص اللي كيكون فيهم العمق كثير مثلا واصل ل 10 متر عارفين ان هذيك البلاصه راه غادي يدور فيها مثلا الحوت كبير بحال الدونتي بحال هذا وهذاك الدونتي كيصيدوا غير الناس اللي عندهم الفليك الناس اللي كيصيدوا في الكوشطه ما يمكنش ليهم ولكن كاين في شي بلايص اللي كي لي مناطق اللي تقدر تلقى فيهم هذا النوع ديال الحوت يدخل لهم وهاد الصياده ديال هاد اللي يجي ماشي بحال الصياده ديال كتلوح وتجيب لي لور اللي كيكونوا غير فلوطونت الفوق ولا كيعوموا بين الماء ولا في لا سيرفاس هنا كاين لانيماسيون ديالك كتجرب بحال هكا الاكثريه كتكون فيرتيكال كيهبط هاد الطعم بحال هكا وكتبقى دير بحال هادي بحال هادي مثلا خصنا نحاولوا نعطوه النوع ديال ديال القيمرون القيمرون غادي حركته اللي كيدير الحركه ديالك دير اللي كدير هادي صافي تكلمنا عليها هادي لا بويسونس ديالها ها هي 2060 دونك هادي بالنسبه لهاد اللي يجي كاين هذا ديال 30 غرام اللوحه وهذا ديال 60 غرام اللوحه ولكن 80 غرام ما غاديش يمكن لينا اللوحه بها غادي يقعد عندنا واحد الريسك على القصبه تقدر تهرس لينا تقدر توقع بزاف الحوايج ولكن راه ما عندها حتى علاقه بالنوع ديال الحوت اللي غادي نصيدو راه هادي راه تقدر تقنطر بها واحد الحوته ديال 2 كيلو ولا 3 كيلو ولكن صعيبه شويه كتريسك ماشي غادي تطوى وغادي تكرفسك علاش حيت ورك على هذاك الراس حيت هذه دابا ماشي بارابوليك الا كانت بارابوليك غادي تعود دايره بحالك الدور كامله الدور كامله هذاك الراس غادي هذاك الراس غادي يعود عندك هنا هذه كيتقوس فيها غير الراس فهمتي بار كونتر هذيك هذيك كتقوس كامله تمام صافي المهم الاخوان الا عنده اللي كان عنده شي واحد شي سؤال ولا شي حاجه حنا تنحاولوا نعطيو الموضوع كامل ولكن ما عمرك غادي تكون كل شيء حيت كل واحد عنده سؤال في راسه كل نوع ديال الصياده راه غادي تقدر تبقى تهضر فيه حتى الغد وما غاديش تسالي بحال الروكفيشين اللي هضرنا عليه بحال هاد اللوجيك تا هو الناس اللي عندهم الباطوات ولا عندهم الفليك يقدروا يستعملوا هاد النوع ديال الصياده في داخل البحر بقصبة بحال هذيك عاديه يخدم بها علاش حيت فيرتيكال غادي يبقى يدير غير يطلق تهود وطلع ومزيان اليوم بحال مثلا الى صيد هاد الكالامار والسيبيا هذاك الكالامار والسيبيا يقدر يستعملوا في النوع ديال الصياده اللي كتسمى بيش اوفيف شي حاجه اللي هي حيه حيت الكالامار الى صيدتي بالسيبيا في قاع البحر كدير واحد المونتاج تا هو ديال 5 متر ديال الترقيعه وفيها بلومبه كبيره وكتلوحه كيجي داك الحوت كبير بحال الدونتي ولا شي حاجه كيشد هذاك الكالامار كياكلو لحيه صياده بالحي الصياده بالحي هذه في قاع البحر ولكن الناس اللي عندهم لي باطو وكيخرجوا يصيدوا على بحال هذا النوع ديال الحوت راه كيديو معاهم ديما قصيبات بحال هذوك صغيورين باش كيجبدوا الطعم هو الاول عاد تيصيدوا كاين اللي كيصيد على كابايلا كيفاش نشوفوا في البرامج كاين اللي كيصيد هاد الجيك مثلا تقدر تصيد به كابايلا تقدر تصيد به الشران تقدر تصيد به الدرعي ولكن كل حاجه عندها ميثود ديالها هذا الطعم الحي ما كيستهدفوا الحوت الكبير هذا ثاني مزيان الناس اللي عندهم الفليك يديو معهم بحال هذيك القصبه ولا هادو يديو معهم بحال هادو جوج ولا ثلاثه غتعاونهم في الصياده باش يجمعوا الطعم باش يجمعوا الطعم ويصيد بهم حيت الاكثريه دابا ديال الفليك كيديو معاه الروطال ولا يدي معاه السرديل وكيصاوبوا في المرسى كيقطع داك الشيء ويدير السنانر دوك اللي كيصيدوا بالانجل من الاحسن يديو هادي السناره وتجمع بها الطعم الحي تجمع بها الطعم هاديك سواداست باش نهضرو كاينه هادي دابا مثلا هادي بانت لي قاصحه على على هاد الجوج اللي دوينا عليهم جوج واقع هادي فيها 2.70 متر لا بويسونس ديالها تا هي من 14-60 يمكن 14-40 غرام ماكسيموم 40 غرام ماكسيموم 40 غرام والمينيموم هو 14 غرام راه تقدر تصيد ب 10 غرام تخرج ليك ولكن حنا كما قلت لك في الاول
ديما مول سبيني خصو يحاول يقلب المسافه اطول باش يشحك حيت انت عندك الفرصه في هذيك المسافه اللي غتقطع هذيك الطعم الصناعي ويجي كل ما كان طويله قد ما كل ما كتكون فرصه اكثر وكتزيد في الفوندو لا هو دابا كاين واحد الموضوع اخر تابو خصنا نهضروا عليه مثلا اللي كيصيد على الدرع في البلايص اللي خصو لي سبوت كيفاش يعزلهم كيفاش يختار دوك لي سبوت اللي غادي يصيد فيهم حنت راه كاين بعض المرات راه الحوت كيكون تحت رجلي الدرع كيكون سارع تحت رجلي فهمتي وانت كتخرج لبرا انت كتخرج لبرا اللي كنت تخرج لبرا راه عندك مثلا شي حاجه شي سين اللي كيقول لك راه هنا كاين شي علامه هما ديما كيقول لك بحال مثلا بغيتي تصيد على الدرع خاص يكونوا دوك لي تيت ديال لي روشي خارجين يبانوا لك مثلا ملي يكون البحر هربان كيبانوا لك حيت الدرع ديما راه كيدور غير حداهم كيتخبى باش يجي داك الحوت دوز من حدا كيمشي يصيدو انت خاصك تدير ديك لانيماسيون باش تخرجوا من جنب هذيك الحجره واخا كاين الريسك انك تبر تضيع الراباله ديالك الراباله هنا كتبقى قرايتك والخبره ديالك اما غادي تستعمل مثلا هادو اللي عندهم تيت بلومبي هادو كيقول لك اودي خصك تصيد بهم في لي بلايص اللي هما اونكومبري عامرين بالصخار ولا هذا عندهم هاد الصناره ما كت تشدش الصخر ولكن راه كتلقاها مضروبه هنايا شتي هادي قام تخطح يعني الراس ديالها ضارب الحجر كيضرب الحجر وهي ديما كطيح بحالك ولكن ملي كدوز على شي صخره ماغاديش ماشي بحال الفيج باش كيعد فيها الحوت ملي كيعد فيها الحوت كدير كطلع عاد هنا كطلع كتشد وما كاين زعما بورسونتاج انك تبر دير الحوت بحالك لا الا كان عندك المونتاج مزيان حيت هادي المونتاج ديالها مع داير لها اللصقه ما عنديش شي تيت بلومب نوريكم كيفاش داير المونتاج هادي معمرها عندك نتاي فيها اللصقه كلهم تقريبا راه لا ميم شوز بحال هادي تقريبا راه هادي هاد بلاك مينو تقدر دير ليها هادي فهمتي بحال مثلا عندي هذه خاويره نديرها ليها هنايا فهم شي مشكل ولكن هنا كاين عندك واحد لو ريسك كبير بانك راه غادي تكروشه غادي تلصق لك مع الصخر الصناره ماشي في نفس الفورم هاد الصنانر هادو ما 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 كاينش دابا يدك ما تشدش فيها ما يدك ما تشدش فيها كندوز بار كونتر هنايا اللي صيدتي بهادي راه غادي هذه توحلها وعاود الانسان ما غيبدا يغامر بهذا الماتيريال اللي تيشري مثلا غالي حتى كتبدا تعرف تشد عبارك وفين غتشحط عبارك فين غتشحط البلايص اللي غتشحط فيه يعني نصيحه لصحاب تعرف البروفوندور مثلا بحال هذه ديال كل وحده فتح لها شحال كتهبط شحال هذه واش فلوطونت ولا كيما وريتكم القبيله في البحر راه كتشحط اللور بحال هادو ملي كتم جايبها كتعرف اش حدا ملي كتحطها كتبقى كتبان لك فوق المعايمه ولكن ان فوا كتبدا تجر هي هذا اللسان هو اللي كيخليها هبطها وحنا كنعرفوا هما لي زانديكاسيون ديالهم راه كيقول لك هذه راه كتعوم من بين زيرو حتى المتر ونص كتكون مكتوبه فيها ولا تتقلب عليها لا كتكون مكتوبه فيها كيكون هكاك داك الفيش تكنيك ديالها ملي غادي تشريها كتلقى مكتوب فيها في في البواطه باش تشريها غير مثلا الا كنت تصيد في هذوك البلايص اللي هما فيهم الصخر بزاف راه كتكون مكتوبه فيهم لا بليبار اف اف هي فلوطونت وكيعطيك المسافه اللي غادي فلوطونت كتطفو فوق طفو شحال ديال ما بينها وما بين الارض يعني الصخر ولا الارض بحال هادي ما هادي ما عمرها غادي تهبط هادي سيرفاس هادي ديال سيرفاس وفيها البوا فيها البوا لكن كتخرج مزيان لا ديستونس راه شتي قبيله لا ديستونس دابا السي احمد النصيحه اللي نعطيو الاخوان باش ان هذا ما يضيعش هو ان الانسان يركز على هذه النقطه ديال يركز على هذه النقطه ديال البلايص لو سبوت اللي غادي تصيد فيه النوع ديال الصخر اللي فيه هادي يعني الا مشيت نشري طعم اصطناعي خصني نقلب في هذيك في التيكيته اللي كنشري البواطه اللي كنشري فيها هاد الطعم شحال تيهبط في الماء شحال كيهبط باش ما ناخذش واحد الطعم اللي تيهبط وانا ما عنديش فندق بحال مثلا هادي الا صيدت بها عندها هاد اللسان ديالها كبير بارابور لهادي
راه غنعرف هادي بان راه غادي تهود واحد 3 متر بارابور لهادي، ولو بوا ديال هادي راه اقل من هادي. دابا هاد اللسان هذا كل ما كان كبير، قد ما كان كبير قد ما كتهبط اكثر، قد ما كتهبط انت دابا ملي كتم غادا هكا في الماء كتجر الماء، كل ما كان كبير غيجر الماء بزاف، ملي كتجر الماء كتعطيها هاد الحركه بحال هكا، كتعود تبان لك بحال حوته غادي يعني هذا من كوتي اخر باش تتعرف. كل ما كان هاد اللسان كبير يعني الطعم الصناعي تيهبط اكثر. باركونتر هادي كتقدر تلوح وتجر بلا ما تحرك لا قصبه لا والو، هي كتقوم هي كيقوم بهذا الدور. ولكن بحال هادو اللي ما عندهمش لا بافيت كدير كدير لانيماسيون نتا بالقصبه كت والحفل كتبقى دير بحال هكا مثلا، فهمتي باش تعطي هذاك الزيكزاك ديالك، كتعطي هذاك الصوره كاينه كتعطي انت الحركه، كتعطي انت الحركه يا سمك. دابا هادي ركزوا على الرياس اللي مقبلين على السبين بحال هادو، ما تا هما اللي كيكونوا جايين كيديروا بحال هكا ديك لا سوب بليس كاينه تجيهم من هذا، لا تجيهم من هادي من هاد هاد البلاصه ولا تسمع هذيك الحركه. ولكن كتقدر تزيد واحد الحركه بحال هكا بانك تسمى غراتي، كتصيد في لوفون وكدير واحد الحركه غير بحال هكا قليله وكتدور وكتعاود ثاني تهز وكتدور، ولا كتقدر تجيبها الحركات اللي بغينا نقولوا الحركات تتختلف من طعم لطعم ولا من مصيد لمصيد، من طعم لطعم مصيد لمصيد. يعني كتصيد بواحد الطعم الصناعي اللي تيهبط بزاف عنده حركه خاصه به، حيت شنو علاش حنا هاد الاختلاف ديال الطعم الصناعيه، حيت مثلا كاين هذا حتى هو موضوع اخر ديال لي كوره ديال الماء، حيت الماء مثلا على حساب الفصول ديال السنه كيجيو دي كوره المغرب مثلا، واش الجديده هي اسفي هي الدار البيضاء، كاين الفرق بحال مثلا الا كنتي كتصيد في البحر الابيض المتوسط راه تما ديما كيكون لا بليبار كيكون الماء سخون، ولكن هاد النواحي اللي عندنا حنا لي كوت ديال المحيط الاطلسي كيكونوا دي كورون اللي هما باردين، وهذوك لي كورون اللي باردين كياثروا لينا على الحوت، ما كيهضمش مزيان وحتى الحركه ديالو كتكون ناقصه قليله. هذه اللي تذكرتي معنا فيها قبيله خالص، هذيك حتى هي تنديروا نعاودوا نخصوا لها واحد، يعني انت كتحكم على لي كونديسيون اللي عندك وكتشوف واش كتخ، انت ما غاديش تعرف مثلا ملي غادي تقرا هذوك لي زابليكاسيون اللي كاينين غادي يقول لك اليوم راه البحر لا طومبيراتور ديالو 20 دوغري ولا 18 دوغري، ولكن 18 دوغري فين؟ واش في القاع ولا الوسط ولا الفوق؟ راه انت ملي كتدخل تعوم بعض المرات في البحر كتحس برجليك باردين وهنا سخون، ولا كتزيد واحد شويه قدام كتلقى بلاصه سخونه. فوالا دابا شنو هو الهدف ديالنا من هاد الطعوم؟ بافيت قليله بافيت كثيره وحده 100 بافيت تصيد في لاسير، علاش؟ هو كتقلب انت على البلاصه اللي سارح فيها هذاك النوع ديال الحوت اللي انت بغيت تصيد. هذا هو هذا من جهه بالنسبه يعني قلنا باش يحاول الرئيس ما يضيعش ليلور يركز على النقطه ديال يقلب على هاد لوبسيون ديال اف في الفيش اللي باغي تصيد. وعلاش المصيد وعلاش باغي تصيد وعلاش باغي تصيد؟ كنتي باغي تصيد على الدرع، الدرع كيبقى ديما شويه صعيب في الصياده ديالو، علاش؟ حيت ما كتعرفوش فين كوش كيعوم، واش الفوق هو عنده واحد، هو ديما كيشوف الفوق بحالك بعيني ماشي بحال كيشوف بحالك، كيشوف بحالك. دابا ملي كيكون لتحت ثاني النوع ديال الماء هذا حتى هو خصك تهضر فيه على اللون ديال الطعوم، وهذا تنديروا نخصوا له حتى هو واحد. دابا حنا كان هذا درناه غنديروا تقريبا شمولي موسع، ومنه ان شاء الله من اراء الاخوان اللي باغي يقولوا على الصياده غنخرجوا مواضيع اخرى اللي غنهضروا فيها على حساب الطلبات ديال